بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية. نستأنف مع الصفحة رقم 102. سون دو سون دو سون دو 102. سون دو سون دو. لا نقول مثلا سون تي دو، لا نقول سون تي دو سون اي دو، بل نقول سون دو 102. 102 لا باج سون دو، الصفحة 102. Au début de la page, في أول صفحة هنا، dire un poésie، كما لو نقول أقول شعرا أو قول شعر أو فلتقل شعرا إلى آخره، تبقى هكذا. إذن عندنا هنا لاغ، إذن عنوان هاد القصيدة الصغيرة لاغ يعني الشجرة. عندنا une graine d'or et rêve، une graine d'or et rêve. Le soleil se lève, la pluie tombe, la graine se réveille, elle sort de sa terre. Petite graine dit merci au soleil, à la pluie et à la terre et devient un arbre vert. Et dans l'arbre, il y a une chajara, comme on a, une graine d'or et rêve. Une graine, comme on a dit, badra, l'ashjar. وأغلب النباتات أن تنبت انطلاقا من بدرة. نزرع البذور فتصبح عندنا أشجار فتعطينا غلة معينة أو منتوجات معينة. Une graine d'or et rêve. إذن عندنا بدرة تنام وتحلم. بدرة تنام وتحلم. Une graine كما قلنا بدرة d'or. Dors. C'est le verbe dormir. C'est le verbe dormir. Nakoul. Je dors. Tu dors. Il dort. Idem comme on a ici. Elle dort. Elle tenem. Nous dormons. Vous dormez. Il dort. Idem comme on a. Je dors. Ana anem. Tu dors. Anta tenem. Il dort. Oui anem. Elle dort. Elle tenem. Comme on a ici. Une graine d'or, une graine d'or. Et dans notre cas, le badra tenem. Nous dormons, vous dormez. Antum tenemun, il dorm. Il dorm. Hum yenemun. Ou mumkin naqul, elle dorm. Hunne yenemna. Et dans هذا le verbe dormir, fil présent. Msarraf fil hadir. Taban fil madi naqul, j'ai dormi. Ana nimtu. Tu as dormi, anta nimta. Il a dormi. هو نام. أو في حالة المؤنث ال أ دورمي، مثلا لا غران أ دورمي، لا غران أ دورمي، يعني البدرة نامت في الماضي. Nous avons dormi, vous avez dormi, ils ont dormi. إذن هذا الماضي. طبعا اللي عندنا في النص عندنا لو بريزون، عندنا الحاضر. إذن كما قلنا une graine d'or et rêve. بدرة تنام وتحلم. طبعا عندنا لو فيرب غيفي، عندنا لو فيرب غيفي، اذا فعل حلم ومنها لا غيف. نتكلم مثلا عن لا غيف يعني الاحلام. اذا ثم عندنا لو سولاي سوليف، لو سولاي سوليف، ثم لو سولاي سوليف، الشمس تصعد، كاننا نقول الشمس تقوم. نتكلم مثلا عن إن بيرسون كي سوليف، إذا نتكلم عن شخص الذي يقوم من مكانه أو أنه يستيقظ. إذا عندنا هنا لو سولاي سوليف بمعنى آخر الشمس تطلع. لو سولاي سوليف. عندنا لو فيرب سولوفي، عندنا لو فيرب سولوفي. ثم لا بلوي طومب، لا بلوي طومب، لا بلوي يعني المطر، طومب يسقط، المقصود أن المطر يهطل. إذن عندنا هنا لا بلوي طومب، كما نقول المطر يسقط. إذن نتكلم على الفيرب طومبي، نقول مثلا إل طومب داني مابل، إل طومب داني مابل، يعني أنه يسقط من بناية. نتكلم عن شخص مثلا الذي يسقط من بناية، إذن نقول إل طومب داني مابل، إل طومب داني مابل. إذن هنا عندنا لا بلوي طومب، المطر يهطل بمعنى آخر. ثم لا غران سو ريفاي،
لاغان سوغيفي. إذن كما نقول البدرة تستيقظ، عندنا لو فيرب سوغيفي، عندنا لو فيرب سوغيفي هذا فعل استيقظ، كأن الشخص مثلا يوقظ نفسه. لا نتكلم عن لو فيرب ريفي يعني أنك أنت توقظ شخصا آخر، هنا نتحدث عن سوغيفي يعني أن الشخص يوقظ نفسه، المقصود استيقظ، المقصود استيقظ. إذن عندنا هنا لا غران سوغيفي، كما نقول البدرة تستيقظ. ثم أسوغ، عندنا لو فيرب سوغتيغ، سوغتيغ عكس أنتخي، أنتخي يعني دخل، سوغتيغ خرج. لا غران سوغيفي، البدرة تستيقظ، أسوغ وتخرج، تخرج من ماذا؟ دو سوتيغ، أسوغ دو سوتيغ، لا تيغ المقصود بها الأرض. إذا قلنا مثلا أسوغ دو لا تيغ يعني أنها تخرج من الأرض، ولكن ماذا عندنا هنا؟ أسوغ دو سوتيغ يعني أنها تخرج من تحت الأرض. تنقول مثلا لو شا اي سو لا طابل، لو شا اي سو لا طابل، القط تحت الطاولة أو تحت المائدة. إذن عندنا هنا لا غران سوغيفي اي سوغ دو سوتيغ، البدرة تستيقظ وتخرج من تحت الأرض. لا غران سوغيفي اي سوغ دو سوتيغ. ثم عندنا بيتيت غران، إذن كما نقول بدرة صغيرة، كما نقول بدرة صغيرة، لكن هنا الكلام موجه للبدرة، تقول لها بيتيت غران، يا أيتها البدرة الصغيرة، بمعنى آخر بيتيت غران. شكون اللي يقول لنا بأن الكلام هو على هد المعنى ما سيأتي بعدها من الكلام؟ إذن عندنا بيتيت غران كما نقول يا أيتها البدرة الصغيرة، دي ميرسي أو سولاي، قولي شكرا للشمس. دي عدنا لو فيرب دير على امبيراتيف، عدنا فعل قال في الأمر دي، إذا نقول دي ديزون ديت، دي إذا قل ديزون فلنقول، ديت فلتقولوا، إذا هذا الأمر هذا. إذا عندنا هنا بيتيت غران دي ميرسي أو سولاي، يا أيتها البدرة الصغيرة قولي شكرا للشمس. على بلوي المقصود هنا دي ميرسي على بلوي، قولي أيضا شكرا للمطر. ثم اي على الطير وللأرض، اي على الطير المقصود أيضا دي ميرسي على الطير، المقصود هنا أيضا دي ميرسي على الطير، قولي شكرا للأرض. إذن بيتيت غران دي ميرسي أو سولاي على بلوي اي على الطير، البدرة الصغيرة قولي شكرا للشمس للمطر ولي الأرض. et devient un arbre vert، et devient un arbre vert. طبعا عندنا لو فيرب devenir اللي هو أصبح، هنا عندنا et devient كما نقول واصبحي، واصبحي يعني وكوني بمعنى آخر، أنت عليك أن تصبحي ماذا؟ un arbre vert، شجرة خضراء. إذن وكوني شجرة خضراء، طبعا هذه البدرة التي كانت تنام تحت الأرض عندما نزل المطر، طبعا كأنها استيقظت، المقصود أنها نبتت. ثم هذه البدرة الصغيرة جدا أصبحت شجرة كبيرة تخرج من الأرض إلى الأعلى، طبعا هي أصبحت شجرة بفضل المطر وبفضل الشمس، طبعا بعد المطر ثم بفضل الأرض. ثم عندنا vivre ensemble، vivre ensemble فلنعيش جماعة أو العيش جماعة، عدنا لو فيرب vivre، عدنا فعل عاش أو حي كما نقول أنه بقي على الحياة، نتكلم مثلا عن la vie يعني الحياة. إذن هنا عندنا vivre إلى المقصود عاش أو بقي حيا، هنا عندنا vivre ensemble. ممكن
نتكلم عن العيش جماعة، وممكن أن الفعل يأتي أمرا، نقول فلنعيش جماعة، أو أقول مثلا أعيش في جماعة. إذا الفعل يبقى هكذا: سينوبخونو لا بخوميير إيماج كوفيتيل. ألوغ كوفي لا فام دو لا بخوميير إيماج، كوفي لا فام دو لا بخوميير إيماج. ماذا تفعل المرأة للصورة الأولى؟ ماذا تفعل المرأة للصورة الأولى؟ كوفي لا فام دو لا بخوميير إيماج. إذا أخذنا الصورة الأولى، ماذا تفعل؟ كوفيتيل. إذن إل ممكن أننا نقول سور لا بخوميير إيماج نو فويو أون دام كي مي لو فو أكوتي دان نار. إذن هي تشعل النار بالقرب من شجرة. ممكن أننا نقول أيضا إل أليم لو فو أو بي دان نار. إل أليم لو فو أو بي دان نار، هي تشعل النار عند رجل شجرة. المقصود أنها تشعل النار أسفل الشجرة عند جذع شجرة بمعنى آخر. إذن إل أليم لو فو أو بي دان نار. Après ce qu'on a, c'est nous prenons la deuxième image. Pour la deuxième image, qu'en fait-il? بالنسبة للصورة الثانية، ماذا يفعل هو؟ كوفي لوم دون لا دوزيام ايماج. كوفي لوم دون لا دوزيام ايماج، ماذا يفعل الرجل في الصورة الثانية؟ كوفي لوم دون لا دوزيام ايماج. إذن il peint le tronc de l'arbre avec de la chaux. Il peint le tronc de l'arbre avec de la chaux. Il peint le tronc de l'arbre avec de la chaux. إذن هو يصبغ جذع الشجرة بالجير. La chaux sert à protéger l'arbre. La chaux sert à protéger l'arbre. إذن الجير، هاد المادة البيضاء تسمى la chaux. إذن الجير sert à protéger l'arbre. إذن عندنا la chaux sert à protéger l'arbre. إذن الجير يصلح لحماية الشجرة. الجير يصلح لحماية الشجرة. Après on a la troisième image. كوفونتيل. كوفونتيل، إذن ماذا يفعلون هم؟ هم ماذا يفعلون؟ كوفون les enfants dans la troisième image. ماذا يفعل الأطفال في الصورة الثالثة؟ إذن il arrache les feuilles d'un arbre. Il arrache les feuilles d'un arbre. إذن هم ينتزعون أوراق شجرة. ممكن أننا نقول أيضا il arrache sauvagement les fruits d'un arbre، يعني أنهم ينتزعون بشكل وحشي كما نقول les fruits d'un arbre، يعني فواكه شجرة. il arrache c'est le verbe arracher، يعني أنك تنتزع شيئا. il arrache sauvagement les fruits d'un arbre. il arrache sauvagement les fruits d'un arbre، يعني هم ينتزعون بشكل وحشي أو بقوة les fruits d'un arbre، فواكه شجرة. après on a je retiens، وفي النهاية عندنا je retiens. Je prends soin des arbres et je les protège. Je ne fais pas de feu dans la forêt. Je ne fais pas de feu dans la forêt. Je prends soin des arbres. أنا أخذ عناية بالأشجار. Et je les protège. وأحميهم. Et je les protège. وأحميهم. عدنا le verbe protéger. عدنا le verbe protéger. فعل حمى. ومنها la protection. ومنها la protection. يعني الحماية. ثم كما قلنا je ne fais pas de feu dans la forêt، انا لا افعل النار في الغابه. انا لا افعل النار في الغابه، المقصود انا لا اشعل النار في الغابه. اذا مكتب بهذا القدر، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.